Casi 12.000 euros es lo que le reclama la Seguridad Social a Dolores. Es la cantidad que ha recibido su familia durante algo más de un año por el ingreso mínimo vital. Si no la dais y nos ponéis todo tan bonito, ¿por qué no hacéis esto luego? Un error administrativo hizo que se les concediese esta ayuda por duplicado. Pide que al menos le dejen pagar a plazos. Yo no me niego a pagarlo, pero poquito a poco, porque yo no tengo ese dinero ahora. Ha acudido a asesorarse a la Asociación Apoyo. Allí Roberto nos cuenta que el de Dolores no es un caso aislado y que el problema radica en las concesiones de oficio. Muchas se han hecho, explica, con datos desactualizados. Te reconocieron de oficio una prestación y se les olvidó incluir a una hija. Pues diles, pues mire, es que ustedes tenían esos datos. Si ustedes tenían esos datos y ustedes no lo incluyeron y lo hicieron mal, lo que no puede el ciudadano es asumir las consecuencias de una administración que ha actuado en este caso de forma negligente. El ministerio recuerda que el ingreso mínimo vital es una ayuda que puede cambiar cuando cada año se revisa con los datos de la agencia tributaria. Pero devolver ahora ese dinero es casi imposible para estas familias en situación de pobreza, aunque le aplacen el pago como a Vanessa. No tenemos para comer. Ya los alquileres están caros, pero no tenemos para comer y nos reclaman 7.000 euros, o mil, aunque sea 1.000 y pico, no estoy en condiciones. Las asociaciones recomiendan reclamar, algo que tampoco es fácil, dicen, debido a la falta de personal en la Seguridad Social. بزاف ولاد عمامي هادشي. تحياتي لكم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف سمعتوا ولاد عمامي؟ ماشي غير حنا, كاين بزاف ديال الناس, كاين بزاف ديال الحالات ولاد عمامي, بزاف بزاف بزاف. كل نهار راه كنشوفوا باللي الناس كتواصل بهذه الكارطة هذه, فين كيطالبوا منهم يرجعوا المبالغ اما كامله ولا جزء منها في مده عامين ولا عام ونص ولا عام. وكاملين هذه الحالات, كاملين هذه الحالات اولاد عمامي, راه كانوا عطاوها لهم دي مانيرا الاخوان اوتوماتيكا, سي كونسيديرون دي اوفيسيو بلا ما يطلبوها. كاملين هاد الناس اللي كيتواصلوا بهاد الكارطة ولاد عمامي فين الضمان الاجتماعي كطلب منهم يرجعوا الفلوس, راه كانوا عطاوها ليهم دي اوفيسيو غير باش تعرفوها, حيت ما كانوش عندهم المعلومات اكتواليزاروس, ما كانوش درسوا الحالات ديال الناس, ما كانوش عالجوا الوضعية ديال الناس. هزوا وبداو كيعطيوا الفلوس للناس الاخوان بلا ما يدرسوا الوضعية ديالهم ويشوفوا واش كيستاهلوها ولا لا. حتى دازت عامين, عام ونص عام, ملي دابا وصلوا يعملوا اكتواليزاسيونيس يعالجوا الملفات, القاو باللي كانوا خطأوا, اعطوها للناس بطريقة خطأ, عن طريقة خطأ, ما كانش عندهم في الحق, ما كانش عندهم فيها الحق, ولا كان عندهم الحق في قل. دابا كيطلبوا منهم كيف قلت لكم اما المبلغ كامل ولا جزء منه, ولكن الغلط منهم, الغلط ديالهم هما اللي ما عالجوش, هما اللي ما شافوش, ما عندهم علاش دابا يجيو ويبقاو يحمقوا في عباد الله, ما عندهم علاش يجيو دابا ويطلبوا من الناس يرجعوا مبالغ خياليه اللي هاد الناس ما عندهمش, راه غير 10 اورو ما عندهمش باش يرجعوها. سمعتوا دولوريس 12000 يورو, دولوريس كيطلبوا منها 12000 يورو, علاش؟ حيت كانوا عطاوها ليها الاخوان مضوبل, يا مضوبل مضوبل, عطاو ليها هذه المساعده مضوبل. هي قالت نرجعها, ماشي ما نرجعهاش, ما كرهتش نرجعها, يشوفوا معايا شي حل, ولكن حاليا ما عنديش. سمعتوا السيده اهرا 7000 وكذا, قالت لكم حتى 1000 اورو ما عندي باش نرجعو دابا, الكرا غالي وحاليا ما عندي حتى بشنو ناكل, شنو نرجع ليهم؟ ما عندي شنو نرجع ليهم. سمعتوا لهذاك السيد روبرتو؟ نعم ولاد عمامي, هذا السيد خدام في واحد اسوسياسيون الاخوان, واحد الجمعيه دي ابويو لهاد الناس هذا, جمعيه الدعم لهاد الناس هادو. كيمشيو تما كيوديو ليهم الكارطه ديالهم, كيستشروا معاهم و كيقلبوا لهم الاخوان على حلول, ولا نقولوا كيفاش يقولوا ليه هما اللي الاخوان كيعملوا لهم هذا الريكلاماسيون, وزيد وزيد وزيد, نقولوا واقفين مع هاد الناس الاخوان اللي مضره من هاد الوضعيه هادي. روبرتو راه قال لك كاين واحد الكاسو اللي الضمان الاجتماعي اللي نقولوا خطات, كانت تزاد عندهم واحد الوليد ولا واحد البنيته, واحد الزياده
وضم الاشي مع خطأت ما دخلتش داك الشيء نقولوا الاخوان في المعلومات غلط ديالهم. المعلومات كانوا عندهم، الغلط ديالهم ماشي ديالي. فديك الساعة علاش كتجي دابا طلب مني 7000 ولا 14000 ولا 40000 ولا 30000؟ منين نجيبوا لك هادشي؟ انا نتفاهم، انا نتفاهم الثوره الصوتيه ضمان الاجتماع في الحاله اللي انا اللي طلبت هذا الانجليزي نويطال بديت كنتخلص فيها. وقع شي تغيير، وقع شي تغيير وما علمتش به. في هذه الحاله من حقهم يطلبوا منك ترجع لهم هذاك المبلغ اللي ما كانش عندك فيه الحق وما علمتيش عليه. ولكن باش تنوضوا نتوما تعطيوها للناس بلا ما يطالبوها و دابا تجيو تطلبوا منهم هذاك المبلغ؟ نو، لا يعقل. دبروا ريوسكم، دبروا ريوسكم، خطأ ديالكم. روبرتو قال لكم خصنا نريكلاميو، ولكن في نفس الوقت قال لكم القضية ما سهلاش، حيت انتم عارفين الضمان الاجتماعي كيعاني من اليد العاملة، كيعاني من فونسيوناريوس، السيتاس ما كاينينش، الملفات راه انتم كتشوفوا الاخوان كيجاوبوا الناس على 6 شهور على 7 شهور على طال. القضية ما سهلاش. ولكن اولاد عمامي واش هما اللي خطأوا؟ هما ياكلوا هذا الخطأ، ياكلوا هما. حنا كنشوفوا مؤخرا الكار كيدوز على اسبانيا كامله ولا غيدوز على اسبانيا كامله، فين كيبغيو ولا باغيين يعرفوا الناس بهذا الانجليزون ميتال وطال وكوال، وغير تخرويض، وغير تخرويض. الصندوق ديال باباهم خاوي، باغيين غير شكون يلصقوا، باغيين غير فين يلصقوا. ماشي بزاف ولاد عمامي، الاخ ابو ايمن ماشي بزاف شارك، جوج كاسوس حالتين. واحد السيد وقيله كيطلبوا منه ما عقلتش دابا واش 12000 ولا 14000، واحد السيد اخر مؤخرا 1000 وكذا. انا قلت لكم اذا حنا اللي وقع شي تغيير في الحاله ديالنا في العائله ديالنا وما علمناش عليه، راه من حقهم اولاد عمامي نقولوا يقولوا لك رجع. ولكن في هذه الحالات هادو، في هذه الحالات هادو صورة سوسيال تمشي تعاودها لمخها، تمشي تعاودها المخ في الحق. حيت هاد الناس هادو بعد اولا اللي كيطلبوا منهم هاد المبالغ راح باقي كيتواجدوا الاخوان في حاله ضعف، باقيين محتاجين هاد الانجليزي ميتال، باقيين نقولوا ما عندهمش شي مدخول اخر من غير الانجليزي ميتال. واذا انا كنتواجد في حاله ضعف ما عنديش مداخل، في ديك الساعه منين غادي نجيب لكم انا هاد الشيء؟ منين منين منين؟ يطالب الضمان الاجتماعي بجزء من الحد، من الحد الادنى للدخل الحيوي الممنوح عن طريق الخطا لبعض المستفيدين. يتلقى الاشخاص الذين لديهم موارد قليله والذين يتلقون الحد الادنى من الدخل الحيوي رسائل من الضمان الاجتماعي، باقيين كيتواجدوا في حاله الضعف. حتى كي كيتلقاو الاخوان نقولوا ولا كيتواصلوا بالكارتاس من الضمان الاجتماعي فين كيطلبوا منهم يرجعوا الفلوس. تطالب بجزء من المال ستكون مبالغ زائدة في السعر على الرغم من حقيقة أنها منحة تلقائيا. أعطوها لهم دو فيزيو سي كونسيديرون دي مانيرا ولا دي فورما دي الإخوان نقولوا دو فيزيو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإخوان النصيحة اللي نعطي لكم أنا، اي واحد توصل بشي كارتة بحال هادي اذا كانوا عطاوها لكم دي اوفيزيو اعملوا الريكلاماسيون ديالكم، اعملوا الريكلاماسيون ديالكم. انا ما طلبت والو، انا ما طلبت والو، انتم اللي عطيتوها لي. واش كاين شي واحد اللي غادي يعطيو ليه واحد الحاجة ويمشي على الاخوان نقولوا يقول لهم اللي لا ما بغيتهاش؟ نو. والمعلومات عندهم كاملين، ويا كاين كروثي دي ذاتوس مع اخينسيا تريبوتاريا، كاين يقدر يكون مع اجونتامينتوس مع ريخسترو سيفيل مع جميع الادارات بلا ما يحمقونا. اذا باغيين يعرفوا علينا كل شيء راه يعرفوه. واذا انتم ما درستوش ما بحثتوش علينا
مزيان قبل ما تعطيوها لينا دبروا راسكم، دبروا راسكم. كاين اللي مطور، كاين اللي مطور كيخدم ولا كيدخل لشي بلاصه اخرى وعنده هاد المساعدات وما كيعلمش عليها، كيبغي نقولوا عنده الكرش كبيره كاينين، ولكن كاين الناس اخرى اللي مساكين ما عارفينش، ما عارفين لا نقولوا الحقوق ديالهم لا الواجبات ديالهم، ما عارفينش القانون هذا شنو كيقول ديال الانجليز وميتال. كاين الناس اللي مساكين ما عارفينش، حنا كنحاولوا نعملوا فيديوهات نوعيكم، نقول لكم الاخوان الحقوق ديالكم والواجبات ديالكم باش تعرفوا شنو كاين. ولكن كيف قلت لكم الناس اللي عطوها ليهم الاخوان ب 2020 دي فورما اوتوماتيكا راه ما كانوش عارفين لا الشروط لا حتى شي حاجه. هنا سورسو ديال دبر راسها، هنا سورسو ديال دبر راسها. انا عطيتوها ليا، انتم اللي عطيتوها ليا، انا ما عارفش. انا ما تقولوش ليا نو اوبليغاسيونيس وطا نو نو نو، انا ما كنتش عارف اوبليغاسيونيس، كنت محتاج لهذوك الفلوس دخلوا ليا غاصتيتهم. دابا ما تقولوا ليا برجع، ما نرجع والو، ما نرجع والو. المهم ولاد عمامي هادشي اللي كاين، النصيحه كيف قلت لكم اي واحد الاخوان كيشبر هاد المساعده اذا وقع شي تغيير في الوحده ديال التعيش ديالو يمشي يعلم بيها، يعلم بيها ولاد عمامي، اما يوقفوه ولا اما يوقفوها لك تما ولا ولاد عمامي. راه اغلبيه ديال المرات راه ما كيوقفوهاش، كيوقفوا فوقاش كيوقفوا لا فوقاش كيعالجوا الاخوان ملي كيعملوا اكتواليزاسيون، ملي كيتوصلوا الاخوان برينتا ديالنا الاخوان من اخينسيا تريبوتاريا في الاواخر ديال السنه، تما ولاد عمامي عاد كيعالجوا، عاد تما يقولوا لك اما نقصوا لك ولا نحيدوها لك ولا رجع ولا نزيدوا لك. هذا الشيء اللي كاين، انت كتشبر هذه المساعده عارف شحال كتجيلك في هذه المساعده، اذا بديتي كتدخل من شي بلاصه رغم انك علمتي وما وقفوهاش لك، اضرب الحساب، ضرب الحساب ولد عمي، ضرب الحساب وهذاك المبلغ اللي فايت ولا دايز الاخوان على داكشي اللي عندك فيه الحق خليه، ما تقيسوش، ما تقيسوش باش ما تتفاجئش، باش اذا جا النهار يطلبوا منك ولا طلبوا منك هذاك المبلغ يلقاوه تما، يبقى يلقاوه عندك. ولد عمي هذه هي النصيحه اللي نعطيك، اي تغيير نعلموا عليه، اي تغيير نعلموا عليه الضمان الاجتماعي وتسالات الحفله ولاد عمامي والله يحسن العون. شي واحد منكم توصل بهذه الكارطه يمشي مع الاخوان يعمل نقولوا الاخوان الكيخه ديالو، ما يخليش هكا. بالا ولاد عمامي قلت لكم عندكم ما تخافوا، اغلبيه كانوا عطاوها ليهم الاخوان دي اوفيسيو لا مايوريه. هاد الناس اللي كتوصلوا بهذه الكارطه الاخوان هما هذوك اللي كنعطاوها ليهم نقولوا غير اوتوماتيكامنتي. المهم ولاد عمامي تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.